فهنرجع تاني على مسألة ثقافة التطوع. وقلت لي لا يا جماعة احنا ما عندناش سن، كل من يستطيع ان يفعل شيء فليقوم بفعله. زمانا كنت بشرح لك ان انا زمان مثلا انا واختي واصحابنا وتطوعنا، كنا متطوعين سنة 1994 في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. بعد هذا المؤتمر احنا حسينا ان ثقافة التنوع هتبقى، ثقافة التطوع هتبقى شيء خلاص بقى هيبدأ يسري وينتشر في المجتمع. لقيناه كبر، بس كبر في اتجاه واحد ضيق، هي فكرة اللي احنا بنسميه ايه؟ التطوع في العمل الخيري، مجموعة الجمعيات اللي بتقوم في عمل خيري جيد ورائع وعظيم، بس هو زاوية واحدة. مظبوط. مؤخرا طيب. لقيت الحكاية فيها تنوع مذهل. مختلف احنا ويمكن ده تبني لمؤسسات كتيرة، انا يمكن بمثل صناع الحياة فبتكلم عن ده، لكن في مؤسسات كتيرة معتمدة فكرة التنمية والاستدامة. احنا عندنا المتطوع ليه أكتر من هدف. أول حاجة بيعمل لنا رقابة ذاتية. يعني إيه رقابة ذاتية؟ بحث حالة، وبعد بحث الحالة في متطوعين بيعملوا بحث حالة، متطوعين تانيين بينزلوا يشيكوا على البحث اللي اتعمل ده هل هو مظبوط ولا مش مظبوط، متطوعين تانيين أو تلتين بقى زي ما بيقولوا بينزلوا ينفذوا المشروع المتناهي الصغر وبيفضلوا يتابعوه لمدة سنة، أكنها حضانة بتبدأ إن هي تحاول إن هي تشوف المشروع دوت، وإن هي تبقى تتأكد وبأداب الزيارة وإزاي نبقى حرمة البيوت. كل الكلام ده احنا زي ما قلت لحضرتك في أول خالص إن احنا بنعلم الشباب بتوعنا إزاي إن هم يعملوا الموضوع على الموضوع، مش تدريب للتدريب، لا احنا هندخل البيت زي الأونجوب تريننج كده. بالظبط، هو الأونجوب تريننج ده احنا بنعتبره هو ده الامباورمنت بتاعنا وهو ده الشغل اللي احنا بنعمله. طيب وهو بيعمل كده احنا كمان المتطوعين عندنا بيعملوا كراود فاندنج وبيلموا من النتورك فلوس وتمويل علشان اسرهم وعلشان الخدمات، ده يمكن فريد جدا عندنا. اللي بيحصل في القصه دي ايه؟ ان هو بيبقى حريص فلوس اللي جابها المتطوع دي اهم فلوس عندنا. ليه؟ لان انا جبت للاسره لو سمحت شيك على الاسره واعمل البروسيس بتاعتك، ولو هي مستحقه ده تمام حلو. بس لازم تصرف عليها. ففي رقابه ذاتيه بيحصل للمتطوع، في حضانه بيعملها المتطوع للمشروع الاقتصادي او للمشروع الصغير. عندنا بقى فكره يعني طلعناها يمكن من كام سنه ايام الكورونا، ايام ما كنا مش عايزين نعمل التجمعات والكلام ده كله، كنا بنبعت للمحلات بيبقى فيه اللي هو المكن بتاع شركات المدفوعات الالكترونيه بنحول عليه فلوس، الفلوس دي هو بيقدر المستفيد يقدر يصرف منتجات عن طريق الكود الالكتروني. طب هنا فين المتطوع؟ قد يكون في بعض التجار في نوع من التحايل او يستغل الموضوع يدي للشخص فلوس بدل منتجات والكلام ده كله ويستغل الحاجه بتاعته. بيجي المتطوع سواء ان هو بيدخل بشكل مش معروف يتاكد ان التاجر ده بيصرف مظبوط عن طريق حاجات احنا مديها له او كود الكتروني عشان نضمن انه العمليه بالزبط. رايحه للمستفيد اللي يستحق ده بالظبط. فهنا المتطوع والفكره دي مؤسسات، انا بتكلم انا هنا مش بمثل يمكن صناع الحياه بس، انا بمثل كل مؤسسات التحالف طبعا. احنا بنتكلم على كارت الخير، مؤسسه مصر الخير عاملاه، احنا بنتكلم على كود الكتروني، بنتكلم على كراتين غذائيه كل زمايلنا في التحالف الوطني شغالين عليها. فاحنا بنتكلم على مجموعه من التدخلات الكبيره جدا اللي احنا مع بعض بنعملها وبنشتغل عليها في رمضان او غير رمضان او طول السنه. فهنا المتطوع لم مش فكره ان هو بتاع الكرتونه ولا المتطوع الخيري بس، طبعا ده جزء احنا بنعمله لاهالينا زاويه موجوده ومحتاجين بالظبط، لكن لا ده هو بيشتغل في التنميه، بيشتغل في التنميه المستدامه، بيشتغل في مشروعات متناهيه الصغر، بيشتغل في ازاي ان هو يعمل رقابه بشكل او باخر. وانا تاني بقول ان المتطوع ممكن لو اتعمل له موضوع فيه اراده واضحه لموضوع كبير نشتغل عليه هيحقق نتائج مذهله. كان الرئيس بيتكلم في المؤتمر اللي كان في الامارات كان بيتكلم ان لازم حلول غير تقليديه، حلول متوازيه وغير تقليديه علشان نحل مشاكلنا، وده متناسب جدا جدا مع فكره عشان نعمل اختراق ولا بريك ثرو لازم نعمل حاجات. لو احنا عملنا بيزنس از يوجوال اللي هو كل يوم بنعمله مش هنعمل، لكن ازاي ان انت تروح في مساحه مختلفه بحلول غير تقليديه. لو احنا استنينا على نفس الحلول بنفس الطريقه مش هنحل مشاكل كبيره. لو اخذنا الموضوع بزنس از يوجوال في فيروس سي ما كانش انتهى فيروس سي، لو اخذنا الموضوع بزنس از يوجوال في مشروع حياه كريمه ان احنا ان شاء الله هنبقى ننمي الصعيد، ان شاء الله هنبقى نعمل، ما كانش هيتعمل اللي اتعمل. فالفكره ازاي ان انت تعمل اختراق، عشان تعمل اختراق لازم تعمل طرق غير تقليديه. فانا بقترح طريقه اللي هي المتطوعين، في حد بيقترح طريقه تانية اللي هي كذا، فازاي ان احنا ناخد مشروع قومي
ونشتغل عليه، واحنا هنبقى قد ان احنا نعمله بالمتطوعين وبالرقابه الذاتيه وبالناس اللي بتشتغل في التنميه. مش لازم يكون المتطوع مجرد ان هو بيشتغل في العمل الخيري بس، لا، ازاي ان احنا نطور القصه ديت وان يكون بيشتغل في العمل التنموي، عمل المشروعات الصغيره، عمل محو اميه، عمل رفع وعي، ازاي نعمله. ومش بتكلم احنا اصل المتطوع مش هيبقى فيه كوميتمنت، الكلام ده مش حقيقي. لو المتطوع انت لمسته ولقى موضوع حقيقي هيبقى اكتر واحد كوميتمنت، لان دي بلده وهيبقى عايز يخدم فيها وعايز يدي الناس امل. احنا كنا في حمله كتف في كتف، كتف في كتف مش مجرد توزيع كراتين او مواد غذائيه، ده اكيد مهم واكيد احنا في حاجه ليه، ولكن هي توزيع امل وتوزيع فرحه. كنا بننزل للناس البسيطه نديلهم فرحه، نديلهم سندوتش، نديلهم حاجه، ازاي ان انت ابتسم عشان تكمل يومك، الحاجات اللي هي كده. ساعات بيقولوا يعني، انا كان في حد مهم يعني شخصيه مهم بيتكلم على فكره ان ساعات توزيع الامل بيبقى اهم من توزيع اللحمه او اهم من توزيع المواد الغذائيه، فاحنا عايزين نوزع الاثنين ان شاء الله.